هستأذنكم بس قبل ما نبدأ لقائنا إن إحنا نقف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا. تفضل. وضع اعتصام رابعة والنهضة ليس النهاية ولكنه البداية. إحنا دلوقتي قدامنا حرب شرسة جدا ضد الإرهاب في عدة نقط وفي عدة مناطق. عندنا تحديات كثيرة. يعني أنا عايز كل التمركزات اللي في الوقت اللي جاي في الشارع تبقى مؤمنة ومؤمنة كويسة جدا، واخد وقفة وعلى هيبة استعداد، واخد بالك من نفسك ومن عساكرك، عشان أنا مش عايز أحدث خسائر أخرى أو أكتر من كده في الجهاز بتاعنا في ظباطنا، لأنه كلكم ولادنا. يوم 30 عدنا للناس وعدنا للشعب، وبدأت الصورة تتحسن، بدأت الناس تشوف الناس بتهتف وتشيل الضباط، فبدأنا نحط رجلينا على أول سلمة إعادة الثقة بيننا وبين الناس. النقطة الخطوة اللي بعديها ما بنفعله حاليا في على الأرض في مكافحة هذا التنظيم، أكسبنا ثقة وأكسبنا إشادة وأكسبنا حب لدى الناس. مش عايز الفترة القادمة أي مظهر سلبي يؤثر على علاقتي مع المواطنين. أنا أرجو إن إحنا نبقى نطبق القانون ولكن بروح القانون، نحافظ على هيبتنا وكرامتنا ولكن بنوع من الود والإنسانية مع المواطنين.